أحمد الزوقري رئيس المنتدى الديمقراطي بعدن، أهلا وسهلا بك أحمد الزوقري. أيوة حياكم الله الأخوة في قناة عدن، أهلا وسهلا بك. تغطيتنا اليوم الخاصة عن هذه الذكرى، ذكرى 30 من نوفمبر المجيد، ذكرى الاستقلال، ذكرى الحرية، من عدن تحدثنا عن هذه الذكرى وعن الوهج الديمقراطي الذي رافق أهداف هذه الثورة الأكتوبرية السبتمبرية وأيضا الاستقلال، الوهج الديمقراطي الذي يحمله حتى مسمى ما ترأسه من منتدى ومن مركز في مثل هذه الذكرى. نتحدث عن هذا الوهج في هذه المناسبة، الذكرى 53 للاستقلال المجيد، استقلال الجمهورية واستقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني الذي استمر أكثر من 129 عاما. في هذه المناسبة الغالية وهذه المناسبة العظيمة، ننحني إجلالا وإكبارا لدماء الشهداء والمناضلين الأوائل الذين ضحوا في المجتمعات المدنية في عدن، وانطلاق الكفاح المدني السلمي في عدن في المظاهرات الجماهيرية والتي توجت بكفاح سلمي لمدة أربع سنوات، لمدة سنوات عديدة، وتوجت بكفاح مسلح من انطلاق ثورة 14 أكتوبر في 63 من قبل جبار الدوان الشماء، وضحى الشعب خيرة رجاله وخيرة أبنائه. وفي هذه المناسبة العظيمة، مرور 53 عاما على هذه الذكرى، نقول يتم الاحتفال بهذه المناسبات هو في من خلال الإنجازات العظيمة، من خلال الإنجازات والمشاريع التي تفتتح، ولكن للأسف الشديد يأتي هذه الذكرى 53 ونحن نمر بمرحلة صعبة، مرحلة حروب استمرت أكثر من 6 سنوات، ولا زالت عدن محاصرة، ولا زالت أبين محاصرة، ولا زال الجنوب محاصر، ولا زالت كل المحافظات محاصرة نتيجة لهذه الحرب التي استمرت 6 سنوات ولم ينعم بها المواطن يعني بالأمن والأمان والاستقرار. ونقول من هذه القناة، كفى حروبا، كفى دمار، كفى ابتلاء، وكما دخلت بريطانيا في 1938 من شقرة بسبب داريا دولت، نأمل أن تتوقف حروب شقرة، نأمل أن توقف حروب الطرية، نأمل أن توقف حروب الضالع، نأمل أن توقف ويسود العدل والسلام والاستقرار لهذه الدولة الوليدة. نعم، ليس بالأمل، ليس بالأمل وحده يمكن أن تتحقق، ليس بالأمل وحده يمكن أن تتحقق تلك الطموحات، لكن أيضا بالعمل. ما المطلوب؟ ما أين اليمنيون اليوم؟ أين الرجال الأبطال الأشاوس الذين يفترض أن يعيدوا مسار السفينة وأيضا يصلحوا مسار القطار اليمني؟ نحن نتكلم عن ذكرى استقلال مجيد من استعمار بريطاني بغيض، ولا نتكلم عن مشاكل داخلية وعن ثورات داخلية وانقلابات داخلية، ولكن هذه الثورة ثورة يجب أن نحترمها ونقدرها جميعا، مثل ما يحتفل كل دول العالم بيومها الوطني في يومنا الوطني. نعم، أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر أحمد الزوقري، رئيس المنتدى الديمقراطي المعاصر، كنت معي في التغطية الخاصة اليوم معنا في من قناة عدن الفضائية عن الذكرى 53 لثورة 30 من نوفمبر المجيد، ثورة الاستقلال، ثورة الحرية.